الأهلي في هذه الأيام التاريخية المفترجة من تاريخه، مش بس بيكرم الماضي ويحتفي برموزه ويطمئن على الحاضر ويخطط للمستقبل رياضيا واقتصاديا وانشائيا، لا ده انت كمان بتتكلم على كرة القدم. بكرة ان شاء الله تعالى الجمعة الأهلي هيدخل قرعة كبار أفريقيا، بكرة قرعة دوري الأبطال لدور الثمانية، المتأهلين الثمانية لهذا الدور في دوري الأبطال. الأهلي ينتظر مواجهة واحد من ثلاثة، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، الوداد المغربي. الثلاثة أوائل مجموعاتهم، والأهلي كان الثاني في المجموعة اللي تصدرها سيمبا التنزاني، وبالتالي فينتظر الأهلي أحد هذه الفرق الكبيرة. الثلاثة أبطال أفريقيا قبل كده. أيوه. والأهلي حامل لقب. آه. من يعني إذا يعني هي لما بتتصفى بتجيب لك الأقدر. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي. طب تتوقع مين أو تتمنى مين؟ ولا أتمنى أي حد، بس أتمنى الأهلي يكون بحالته ومعاه لعيبته. بحالته ومعاه لعيبته. وعشان يكون بحالته مفيش داعي نخلص على النادي الأهلي بالعند. لازم الأهلي يروح وهو عنده قدر من التقاط الأنفاس يقدر، إنما عملية استهلاك النادي الأهلي بالمنظر ده هتقول لي نأجل، والله الأهلي قد يكون أمام قرار إنه يعني يدي أولوية لحاجة، يعني هيقاتل في كل الجبهات لكن مش هيقدر يكسب كل الجبهات بالنظام ده. فلابد إن النادي الأهلي يعني حاجات بسيطة جدا، دون أن نخل بإن الأهلي يستكمل معظم مؤجلاته، لكن ماتش أو اتنين ممكن يريحوا الدنيا خالص. عموما هي الفترة اللي جاية أنتوا عارفين الأهلي بكرة الجمعة إن شاء الله مع الجونة 30 إبريل. بصوا الجدول ماشي إزاي، 30 إبريل مع الجونة، 3 مايو يعني على طول بعدها بثلاث أيام هيلعب مع المحلة في المحلة، ثم 6 مايو الخميس هيلعب مع الاتحاد في اسكندرية، يعني 2 وخميس، جمعة 2 خميس، و10 مايو الأهلي والزمالك. لكن المباراتين او الثلاث مباريات الافريقيه المهمه دي اللي المهندس عدلي بيشير اليها، ازاي توصل للمعترك الافريقي الشاق جدا والصعب جدا وانت في حاله بدنيه شبه كويسه، شبه مستريحه شويه، لانه المباراتين اللي هيتعملوا في القرعه بكره، الاهلي هيلعب اول مباراه منهم مباراه الذهاب هتكون يوم 15 مايو في القاهره، و18 أو 22 مايو خارجيا. بين الاثنين حاطين لك مباراة وادي دجلة، يعني الأهلي يلعب 15 ويلعب 22، و22 دي سفرية. يعني هيسافر يوم 20 مثلا أو يوم 19. هيبقى لاعب 15. إيه مبرر إن أنا بين الاثنين أحط له وادي دجلة؟ أحط له وادي دجلة بقول لك 15 و22، أنت استكترت إن يبقى في فاصل 6 أيام أو 5 أيام بين المباراتين؟ لا، حط له وادي دجلة فيما بين المباراتين يبقى 18 مايو الأهلي ووادي دجلة. دي جديدة برضو، لأنه هيرجع الأهلي من أفريقيا في المباراة الخارجية 22 مايو، عنده 28 مايو مباراة نهضة بركان. أولا نهضة بركان دي سفرية هتبقى في قطر، دي مباراة السوبر الأفريقي، بدل ما تلعبها 22 هتلعب بره مصر في 22 مباراة العودة في دور الثمانية في دوري الأبطال، وعندك 28 مباراة نهضة بركان، أم حاطط لك في النص بين الاثنين برضو بنفس الحكاية وبنفس المنطق مباراة لسيراميكا كليوباترا، ودي أصعب حاجة. إزاي أرجع أنا 23 وسافر 27 وتلعبني يوم 25؟ مش 25 هتبقى؟ إزاي؟ وسافر تاني إمتى؟ يعني اللعيبة غير معقولة أبدا إن ممكن أنا ما تحلش ألعب بره مصر 22 وارجع 23، فتقول لي العب يوم 25 والعب 25 وبعد الماتش روح سافر على قطر عشان مباراه نهضه بركان يوم 28. طب ليه يا جماعه؟ ليه؟ يعني هي الفكره، يعني هو ده الجدول اللي اعلن النهارده، ده من اخطر الحاجات واغربها. ماتشين في افريقيا واحد منهم على لقب، انت هتلعبه يعني بمباراه يمكن ببساطة الاتفاق على تأجيلها. ايوه. ايه دي هتعمل ايه دي يعني؟ لكن انك يوم والعب يوم والعب يوم، ايوه عايز النظام، احنا مع النظام، لازم
وهنأيد الدنيا. ويا سيدي مع انك انت يعني تحاول تلعب كل مؤجلاتك، بس حتى السياق بتاع المباريات لازم يبقى يعني يبقى في انسانيه. اللعيبه لازم تعامل بشيء من الانسانيه يا استاذ ابراهيم. يعني انا بيحضرني هنا كلوب، يورجن كلوب. لما كلوب ولا كلوب، يورجن كلوب، يورجن كلوب لما بيكلموه على دوري السوبر اللي هو النادي بتاعه موافق واحد شركاء انطلاق هذا الدوري، قال لهم لا اللعيبه مش مكن، لا اللعيبه موافقه ولا المدرب موافق ولا الاتحاد الدولي موافق على الكلام ده، لان استهلاك اللعيبه مهما كان فيه فلوس حتى للعيبه او للنادي، لكن في حاجه اسمها آدمية المسابقه كده. احنا بنخرج الموضوع من سياق الآدمية ومن سياق التنافس ومن سياق الى شيء كله عباره عن انت مش شايف قدامك بني ادمين، انت شايف مكان وشايف انك انت تقول له اعمل وما تعملش. انت تملك السلطه مؤكد، واحنا عايزين نساعدك على انك انت تحكم قبضتك على النظام العام مؤكد، لكن في حاجات بتتخطى المعقول.